شايفه ازاي النهارده تكريم النجوم الكتير اللي حوالينا دول في العالمين في المكان اللي انت بتحبي تصيفي فيه طبعا، وهم قدامه كبار النجوم؟ انا فرحانه بالعالمين يا جماعه، وفرحانه ان انا دخلت النهارده العالمين واتفرجت عليه. يا جدعان حاجه رائعه بصراحه، وانبسطت جدا ان انا جيت النهارده هنا. كنت بسمع بيه وانا كنت لسه في العمليه، ودلوقتي مبسوطه جدا ان انا جيت على رجليا وشفت العالمين. الحاجة التانية أنا مبسوطة إن مهرجان السينما، مهرجان الدراما، أنا اتكرمت في أول واحد فيه وده تاني واحد. أنا مبسوطة للناس اللي هتتكرم النهاردة، بقول لهم ألف مليون مبروك يا رب للي هيتكرموا، وفرحانة جدا ليهم. مبسوطة جدا من الدكتور أشرف زكي، مبسوطة جدا من الدكتور بخراني، كل المسؤولين على الجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي. وبحبكم انتوا قوي قوي. اخيرا اخيرا نمسك الخشب، نمسك الخشب بتحطينا عليكي ليه؟ طيب يعني نمسك الخشب، نمسك الخشب بتحطينا عليكي ليه؟ وطمني الناس عليكي كمان يا فندم. الحمد لله، والله انا زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين، ولفت لك وزي الفل الحمد لله رب العالمين. هو انتوا بتحبوني وبتخافوا عليا زياده، بس بحبكم انا كمان. زعلانه من موضوع المنتج والعمل والسحر. لا 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 لا، خليني كلمنا عن الحاجات اللي فيها حيويه، فيها انا جيت لك. طب انت فين في التمثيل؟ يلا فين في الدراما في السينما؟ لا خليها على الله تمام السن. سيد صادق النهارده عيط وقال انا اكتر دور حاسس ان انا وانا بكرم النهارده هفتكره هو الحقيقه والسراب. جوز فيفي عبده